المنامة والمخارجة بتتم في ذاكرتي ما حييت يعني. كان اسمه فريج بشمي لكن في الخمسينات سمي فريج كانو. يقول لي ان اول بيت في فريج الفاضل بيت ابوك يعني بيت جدي. فحضرت الدورة كانوا جايبين كتاب Living English for the Arab World ذاك الوقت. قلت له My name is حبيب محمد. مدرسة عبد الرسول التاجر إليها فضل كبير على البحرين. وفي هذا البيت صمويل زومر بعد ما تزوج من إيمي وفي الدور العلوي فتحت أول مدرسة نظامية في تاريخ البحرين. أحرص أن أسافر ويا الطلاب لأن حتى الأهالي يجون يقولون إذا أنتين بتروحين يعني يقولون نطمئن أكثر. أحمد العمران الله يرحمه طالع الشكل قال إيدي يصلح حق رياضة خذوني. قد سكت فغر أعدائي السقوط وظنوني لأهلي قد نسيت. إنجليزي يجيب لي قدو قلم نارجيلة ورأس وهذا يقول لي هذا هبو البابول حطه شديد يشرب قال له ما هدلك أرض في الخميس الفوت بنص ربية بصوت عالي بدون حواس بهستيريا شفت الكعبة. كان علي مهمات شاقة نبدأ كل شيء من الصفر. كان بيتنا بالضبط بين الشارعين فيعني عشت طول عمري أشوف ذهب وأشوف لولو. الحرب علمتنا القناعة كنا نقنع بما ناكل نقنع بما نلبس نقنع بعلاقات بسيطة